مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ديرتنا. اليوم راح تكون معنا عدة فعاليات وعدة تقارير أتمنى أن تحوز على رضاكم. عطف، حنان، احتواء، حب، تضحية، إنها الأم. إننا اليوم نحتفل بتكريم كوكبة من الأمهات الفائزات في هذا العام بجائزة الأم المثالية التي لا تقتصر فقط على الأمهات الكويتيات إنما تشمل الأم الوافدة والخليجية والعربية للتأكد أن عطاء الأم لا يتوقف عند هوية أو جنسية إنما هي عواطف جياشة تنبع في قلب الأم لتسري بين ضلوع أبنائها لتستغل في قلوبهم أبد الدهر. أيها الحفل الكريم، لا يعني اختيار الأمهات المثاليات في كل أن إنهن الأفضل في المجتمع، إنما نختار مجموعة من الأمهات تنطبق عليها معايير وضعتها الجمعية، وإنها كانت تقوم في رعاية أبنائها وتربيتهم على الأخلاق تستحق التكريم، لكن أردنا أن نختار أمهات ليكونوا نماذج فريدة للمجتمع يتغدى بهم الآخرون. أيها الحفل الكريم، لقد نظمنا احتفالية تليق بالأمهات المثاليات نتذكر بها الأبناء للوفاء للوالدين الأم خاصة، وقد اخترنا في هذا العام كعادة شخصيات كويتية لمعت في سماء الكويت وأعطت وضحت في سبيل رفعة الوطن، فكان حقا علينا أن نكرمها على جهودها وأعمالها الجليلة وإيداعها في شتى المجالات. ضيوفنا الكرام، إن الجمعية الكويتية للأسرة المثالية تقوم بدورها طيلة العام بتنمية مجتمع وتوعية أفراد على نبذ العنف واستخدام لغة الحوار والتقارب الأسري والتلاحم والمحبة والتحذير من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا نحافظ على هويتنا الوطنية. وفي الختام، لا يسعني أن أتقدم بجزء الشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم في على دعمهم المتواصل للجمعية، كما أشكر وسائل الإعلام. قامت الجمعية الكويتية للأسرة المثالية تحت رعاية الشيخة فريحة الأحمد الصباح رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ورئيسة نادي الفتاة بتكريم الأم المثالية والأسرة المثالية، وذلك وسط حضور عدد من الشيوخ والسفراء والشخصيات البارزة في المجتمع على مسرح الدسمة مساء أمس. فعلى مدى 9 سنوات تحتفل جمعية الأسرة المثالية بعيد الأم، وذلك تأكيدا على أن الأم تستحق كل التقدير والتكريم لمواصلة السير في تنمية مهارات الأبناء ومساعدتهم ماديا ومعنويا والنهوض بقدراتهم الدراسية والسلوكية، كما تعمل على تعزيز ولائم وانتمائهم لبلدهم في كل مجالات الحياة العلمية والعملية وتواصلهم الأسري الإيجابي. كذلك قالت الشيخة فريحة الأحمد أن الجمعية تحرص على إقامة الجائزة في كل عام عرفانا منها بفضل الأم وجهودها في بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والوئام، مشيرة إلى أن ما تتحمله من مسؤوليات وكل ذلك لمصلحة الوطن والقيام بمسؤولياتنا تجاه تقدم وازدهار الكويت الحبيبة. وشهد الحفل فقرات فنية وغنائية، وحصلت على جائزة الأم المثالية الصحفية المرحومة عفة سلام والتي تلقب بالمرأة الحديدية، وكذلك تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في الكويت مثل الإعلامي أحمد الزفيري والمرحوم العم خالد يوسف المرزوق لما كانت له بصمات في المعمار الكويتي، فهو أول من بنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار وأول مجمع سكني ذات طابع حضاري. معارض، أنشطة، فعاليات، بيئة، دعم، مسابقات.
بسبب وجودنا كأكبر مستثمر أجنبي موجود في الكويت من 17 سنة، فإحنا في عندنا شراكة مع الكويت وفي التزام تجاه الكويت وتجاه أهل الكويت. فلما تكون جزء في المجتمع وتشتغل في المجتمع بدك تكون أنت ملتزم اجتماعياً أخلاقياً قانونياً في هذا المجتمع. فجزء من التزامنا بالإضافة إلى أننا بنساهم في القطاع الخاص وبنساهم في تشغيل العمالة الكويتية، كمان علينا التزام اجتماعي أن نساهم في الحفاظ على البيئة الكويتية. فجزء من مساهمتنا أول شيء أن كراعي للحدث بنساهم أنه الحدث يصير، وكمان بنساهم في نشاطات بيئية متعددة. مثل إذا بتشوف مثلا حملتنا البيئية الأخيرة، فعندنا حملة داشين فيها اللي هي تنظيف الشواطئ تنظيف الجزر. فكانت عندنا عدة مناسبات نظفنا فيها شواطئ الكويت وجزر الكويت، كمان بالإضافة إلى التنظيف، لأنه البيئة المحافظة عليها في عندك بيئة اقتصادية وبيئة اجتماعية والبيئة التحتية اللي بنحكي عنها التنظيف. فجزء من اهتمامنا كمان بنرعى أشياء بتتعلق بالشباب، فإحنا إحنا الراعي الأساسي للوياك، وأعتقد إنك وجزء كبير من المجتمع الكويتي بيعرفوا لوياك، ومن خلال اللوياك بنقدر نلمس عدة قطاعات من المجتمع، منها البيئة ومنها التعليم ومنها عدة قطاعات أخرى. فبنشارك مع المدارس في تدريب المعلمين، في تدريب الطلاب عن الريسايكلينج، التدوير، تنظيف البيئة، وبنشارك في تدريب المعلمين في أشياء كثيرة. هذا جزء من مشاركتنا، فهي مش بس موجودين في هذا البوث إنه هون، بس هي مشاركة وتفاعل في المجتمع في عدة قطاعات. طبعا حنا شاركنا في هذا المعرض لأن عندنا إيمان من خلال بداية تأسيسنا في رؤيتنا ورسالتنا أن نكون أعضاء وأصدقاء ومهتمين في البيئة الكويتية، وضمن أيضا من أولوياتنا الأمن والسلامة والبيئة، ونعتبر مشاركتنا هذه أن نكون أعضاء فعالين لمستقبل البيئة الكويتية. والحمد لله احنا البيئة تأخذ اهتمام الإدارة العليا وتأخذ اهتمام كل موظف غرسنا فيه البيئة، حتى عندنا الريسايكل للأوراق، عندنا الاهتمام بالغازات. الحمد لله والريكورد من تأسيسنا من أكثر من 20 سنة، الريكوردنا مع البيئة وهيئة الصناعة صفر في البيئة. افتتحت الهيئة العامة للبيئة معرض الشهر البيئي بالتعاون مع شركة إدارة لتنظيم المعارض أمس، والذي يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بحضور وزير الصحة علي العبيدي ممثلا عن سموه، وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بهذا الشأن. والهيئة تنظم مثل هذه الأنشطة والمعارض بهدف توصيل رسالة إلى المجتمع بأن هناك أمراً مهماً جداً، وهو الحاجة إلى تدوير كافة المستلزمات التي نستخدمها بشكل دوري، حيث ركزت الهيئة في المعرض هذه السنة على موضوع إعادة التدوير. وقد لاحظنا من خلال المشاركات في المعرض أنها تعيد تدوير بعض منتجاتها بهدف تخفيف الحمل على الأرض. وقد وصل عدد الرعاة للمعرض إلى 25 جهة، إضافة إلى وجود مسابقات تتضمن أفضل فيديو بيئي لطلبة الثانوية، ومسابقة تجميع الورق للمرحلة الابتدائية، وكذلك مسابقة تجميع البلاستيك للمرحلة الثانوية، إضافة إلى التعاون مع جمعية حماية البيئة بخصوص تجميع البطاريات التالفة في الجمعيات التعاونية. وقد أبدى عدد كبير من الرواد والمشاركين إعجابهم ودعمهم لفكرة زراعة المليون نخلة على أرض الكويت. مياه، يوم، إحياء، جودة عالية، موارد مائية. جنوب أفريقيا من كم سنة
لقيت عندهم برنامج في الأكواريوم اللي اسمه تو أوشن أكواريوم، كان عندهم برنامج مسوين فيه مثل بابت شو، مسرح عرائس يتكلم عن ترشيد المياه. كان عندهم أزمة لما وصل استهلاك الفرد في جنوب أفريقيا إلى 120 لتر باليوم استهلاك الفرد، بينما يمكن الدكتورة فاطمة العوضي هي يعني ستتحدث في إحدى المحاضرات عن هذه عن هذا الموضوع. الكويت قاعد نستهلك 400 لتر ماء أو أكثر، وما احنا حاسين فيها. في ناس اليوم يعني تعداد السكان في العالم بلغ 7 مليار، 7000 مليون، نصهم ما لا يجدون يعني شربة ماء أو كأس من الماء نظيف، وإحنا نبذر في الماء. ويعني مثل ما قال يعني أو قرأ الشيخ فهد، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وخلقنا كل شيء من ماء، يعني لا توجد حياة بدون ماء. فهذا الماء والنعمة هذه اللي نحن فيها يبيلها شكر، والشكر يتمثل في تقدير هذه النعمة ويعني إكرام هذا الماء اللي هو عصب الحياة في ترشيد الاستهلاك. عندنا عيالنا وعندنا أهلنا، نبدأ بهم بالترشيد، أهم شيء ترشيد المياه. احنا انا دائما اقول احنا بحاجه حق محطات كهرباء جديده، قاعد نبذر في الكهرباء والكهرباء قاعد تنتج الماء في المحطات. على العموم الموضوع يطول، وانا ما ابي احاضر لكم او احاضر فيكم في موضوع اهميه المياه. عندنا محاضرين حقيقه، نخبه من المحاضرين من مؤسسه الكويت للتقدم العلمي، ومن معهد الابحاث العلميه، ومن معهد الكويت للابحاث العلميه، ومن وزاره الكهرباء والماء. اشكرهم على مساهمتهم. أشكر وزارة الكهرباء الحقيقة على يعني اهتمامها في هذا الموضوع والدخول بشراكة مباركة هذه السنة في هذه الفعالية مع المركز العلمي. أشكر كذلك كل من ساهم في المعرض اللي شفتوه وانتم داخلين، كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، طبعا الوزارة أول وحدة يعني وزارة الكهرباء والماء، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وشركة تعبئة مياه الروضتين، والشركة الإنشائية الحديثة، وشركة KDD. الشكر لكل من بذل من جهده ووقته لإنجاح هذه الفعالية، وأتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الحضور، إن الزيادة العالمية المضطردة لعدد السكان يتلازم وبشكل متوازي مع الطلب على المياه وعلى الغذاء، وهو ما يزيد الأمر تعقيداً ويثقل كاهل كثير من الدول النامية والفقيرة، ويهدد شعوبها بالهلاك، ويعرض أمنها وسيادتها للخطر نتيجة الصراع على موارد المياه المشتركة. أيها الحضور الكريم، ولما كانت دولة الكويت تقع ضمن مناطق المنطقة الجافة، وهي محدودة الموارد المائية الطبيعية، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من موارد الماء الطبيعية أكثر من 70 متر مكعب سنوياً، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي الذي حدد ذلك ب 500 متر مكعب سنوياً. فهذه نقطة يعني أتمنى يعني تكون واضحة للجميع، يعني مهما بلغت مظاهر الحضارة اللي نراها يعني حوالينا في دولة الكويت، وتوفر المياه اللي موجودة في المنازل، فإحنا طبيعياً وتصنيفنا العالمي نعتبر من الدول الفقيرة مائياً، وهذا يعني يحتم علينا ويشدد على عملية المحافظة على المياه. لذا فإن ندرة المياه تعود معوقاً للحياة في هذه البقعة من العالم، إلا أن الله عز وجل تفضل علينا وحبانا بنعمتي النفط والبحر، فاتجهت الدولة إلى تحلية مياه البحر منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، وقامت بإنشاء العديد من محطات تقطير المياه مجهزة بأحدث التقنيات العالمية لتلبية الطلب المتصاعد.